بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من برنامجكم روح الطبيعة. في هذه الحلقة سنتناول عشبة الزعتر، فوائدها، طريقة استخدامها، وحتى تأثيراتها الجانبية، فتابعونا بعد الفاصل. عشبة الزعتر عشبة قديمة موغلة في القدم، انتشرت في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي بلاد الشام. وفي الحقيقة عندما بدأت أحضر الدراسات عن هذه العشبة فوجئت بالكم الهائل من الأبحاث والفوائد التي أثبتت عليها. ولكن إن شاء الله في هذه العجالة سنحاول أن نتحدث في موضوعين. الموضوع الأول هو دور عشبة الزعتر في الطرق التنفسية العلوية. في دراسة أجريت على 60 مريضا، هذه الدراسة قسم فيها المرضى إلى 30-30. المرضى المجموعة الأولى أعطيوا مادة البرومهكسين، هو دواء البرومهكسين اللي يستخدم في طرد البلغم، والمجموعة الثانية أعطيت الزعتر. طبعا بالنسبة للبرومهكسين هو دواء بيفكك البلغم وبيلينه، ومن ثم بيساعد في إخراجه، زائد بنشط الخلايا الهدبية اللي تسمى الخلايا الإصبعية اللي هي بتساعد في طرد البلغم. على فكرة هذه الخلايا عادة بتكون مشلولة عند المدخنين، عشان هيك المدخن سبحان الله تجد أنه يعاني من صعوبة في إطراح البلغم. المهم هذه الدراسة طبقت لمدة 5 أيام وكانت النتائج حقيقة ممتازة وغير متوقعة، إذ وجد أن عشبة الزعتر لها نفس التأثير ونفس الفوائد في قدرة البرومهكسين على عملية الإطراح. ومن ثم أثبت لهذا الزعتر تأثير الطارد للبلغم والمساعد له. ونحن ننصح كل الأشخاص الذين يعانون من بلغم زائد وكثيف، مثل المدخنين، مثل المدرسين اللي بيصير عندهم مرض صوتي باستمرار، أيضا أئمة المساجد اللي بيقرأوا القرآن خصوصا في فترة التراويح، أيضا المنشدين، كل هؤلاء أشخاص يعانون من رد صوتي وزيادة البلغم، ولذلك ننصحهم باستخدام الزعتر. من الفوائد الأخرى للزعتر حقيقة تأثير الهرمون. ففي دراسة أجريت عام 1982 نشرت نتائجها في مجلة النباتات الطبية، وكانت بعنوان التأثير المضاد الهرموني للخلاصات النباتية. هذه الدراسة أثبتت أن الزعتر سبحان الله له تأثير مثبط لهرمون البرولاكتين. ما هو هرمون البرولاكتين؟ هو هرمون يفرز من الغدة النخامية في الدماغ، فص الخلفي من الغدة النخامية، وهو يساهم في إنتاج الحليب في غدة الثدي عند المرأة. ولذلك كل امرأة مرضع نقول لها انتبهي لا تكثري من تناول الزعتر، لأن ذلك سيثبط عندك هرمون البرولاكتين، ومن ثم احتمال يقلل اصطناع الحليب في الثدي. وننصحها في نفس الوقت عندما تقرر أن تفطم ابنها حتى لا يحدث احتقان في الثدي بسبب كثرة إفراز الحليب وعدم سحب هذا الحليب بواسطة الطفل، ننصحها باستخدام خلاصة الميرمية أو عشبة الميرمية مع عشبة الزعتر، كلاهما لهما تأثير مثبط لهرمون البرولاكتين. من الفوائد الأخرى للزعتر تأثير هرموني مشابه للبروجسترون. على فكرة الزعتر يعني يجب أن نسميه العشبة صديقة المرأة، ببساطة لأنه تدعم كل هرمونات. رأينا هرمون البرولاكتين، هرمون الإستروجين، وهذا الآن نرى هرمون البروجسترون. هرمون البروجسترون على فكرة هو هرمون يأتي في النصف الثاني من الدورة الشهرية عندما لا يحدث حمل، يتشكل ما يعرف باسم الجسم الأصفر ويبدأ بإفراز البروجسترون. وهذا البروجسترون بيساعد في التخلص أو انسلاخ البطانة، وهو ما يحدث في موضوع الدورة الشهرية. بقي الآن في اللحظات الأخيرة أن نتحدث عن كيفية استخدام عشبة الزعتر. طبعا عشبة الزعتر يفضل أن تنقع بالماء، يعني نأخذ ما يعادل ملعقة صغيرة من عشبة الزعتر وتنقع بالماء الفاتر على ألا تتجاوز حرارة هذا الماء درجة 50 درجة مئوية. لماذا؟ لأن الحرارة العالية تخرب كثير من المواد الذوابة في الماء والخلاصة المائية الفعالة في عشبة الزعتر. من أجل هذا ننصح أن يكون كمية الماء
أقل من درجة أو حرارة الماء أقل من 50 درجة مئوية. هذه واحدة. رقم 2، ننصح بالتغطية، يعني بعد أن نضع الزعتر في الكوب ننصح أن يغطى الكوب. لماذا؟ لأنه أيضا هناك زيوت عطرية طيارة ممكن أن تتطاير، ومن ثم وجود هذا الغطاء سيحافظ على هذه المكونات وهذه الزيوت العطرية الطيارة. وفي النهاية نتمنى لكم مشاهدة طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونتمنى أن تتابعونا في حلقة قادمة مع عشبة قادمة، فكونوا معنا.